وصفتنا لليوم الشاورما بطريقة ابن المصلحة القمر المضوي بعطائه. رح أذكر اسمه بنهاية الفيديو. رح أعمل الخبز كمان بفيدك بكتير شغلات وممكن تخزني. قولوا بسم الله. كوبين طحين، حفرة بالوسط، نص معلقة ملح، المي عادية، نقصت الكاسة 4 معالق مي، راح أحط معلقة لبن، راح أحط نصف كوب السائل بهالفجوة، وبدي أعجن العجينة وبدي أحط المي شوي شوي. كلنا بنعرف إنه كل نوع طحين استيعابه للسوائل يختلف. ما تخافي وما تستهيني بقدراتك، منلملم العجينة لملمة وعم نحط المي شوي شوي، بدنا قوام العجين طري لين جدا. أخذ المقدار كاسة مي، ولو لزق عجين بإيدك رشي على إيدك رشة طحين، بنزل كل العجين من إيدك وبتلملمي العجينة وبتخبطي هالخبطات. رشي رشة طحين وعجني ومسحة زيت بإيدك، بتلملمي العجينة وبتبطل تلزق. ومو ضروري يكون هالمشحيف متوفر عندك، بكل بساطة بسكينة كبيرة عم بنظف البلاطة وبلملم العجينة، وهلأ بكل بساطة مسحة زيت وبدي أقلب العجين تقليب. من خلال التقليب عم يدخل هواء، مشان هيك بتلاقي الأرغفة لينة رغم إنه ما وطحين ورشة ملح فقط، بتلاقي العجين منعمله على الصاج لين وطري. كتير سهلة، تعلمي تحضيرها بتفيدك لأرغفة المسخن للمناقيش على الطواية. ممكن تفرزيها لرمضان، تحطي الأرغفة وبيناتهم ورق زبدة. ومثل ما قلتلك قوام العجين لين جدا، من خلال العجن بتبطل تلزق. بكل بساطة حطي على كفك رشة طحين وقطعيها بهالشكل وغطيها، وطبعا الصينية رشيتها طحين، وهلأ على كرات العجين بدي أرش طحين وبريحها لمدة نص ساعة، وحتى ممكن للمساء زمالك فاضية إمت ما بدك بتعمليها. ريحت العجين ساعة وحميت الصاج 7 دقايق، أخذت كرة العجين ورشيت طحين وقلبته على الطرفين لأتأكد من عدم الالتصاق، وبضغط بكفي وبدور قرص العجين. من خلال التدوير والضغط الخفيف عم يكبر الرغيف، وطبطبة وضرب ما رح أخاف، ما رح يلزق أبدا، طرية جدا حتى بتمط معك. بكل هدوء بحطه على الصاج وبدوره تدويرة بسيطة بعد نص دقيقة لأتأكد بأنه عم بينشف، بقلبه وبكل بساطة برد بقلبه وبتناوق عليه. أخذ لون ذهبي وفقاعات صغيرة، بطبطب بالمعلقة بهالشكل بيصير بعض الانتفاخات. باخد قرص عجين تاني، رح أعرض لك طريقة الزيت، بيكون طري جدا جدا، هذا للمسخن من أروع ما يكون. بتمط العجينة وبترقيش قد ما بدك من خلال الزيت، امسحي البلاطة زيت وإيديكي زيت، وبترفعي قرص العجين وبتحطيه على الصاج المحمى مسبقا قبل 7 دقائق. رح تطلع فقاعات، وممكن بكل بساطة تحطي لك معلقة زيت صغيرة، زيت زيتون، كتير طيب للمناقيش، للدبس الفليفلة، للمسخن، لأي وصفة للفاهيتا بياخد العقل. هذا هو خبز الشاورما بجنن، عطيتك طريقتين طري جدا. ممكن تفرزي لشهر وشهرين وثلاثة، حطي بين كل رغيف ورغيف ورق زبدة أو من كيس النايلون جود بالموجود. شايفة الفرق؟ هذا بدون زيت وهذا بزيت، اختاري اللي بدك اياه. خلصنا خبز، خلينا ننتقل لتحضير الشاورما. الشاورما الأصيلة شغل المعلمين. كل كيلو شاورما بده 300 جرام دهنة إلية.
ممكن تكون قطع فتايل وممكن جود بالموجود تجي بهالشكل ومنسليها. عادة اللحم بناخده من الظهر بسموها متل او فتايل، بتكون مثل الفستق. وممكن تكون لحمة عجل بياخدوها من الفخدة وبسموها الوردة. المهم رح اعطي مطريات لتكون طرية مثل الفستق وجود بالموجود. رجاءا وقت بتجيبوا الشرحات حطوهم فوق بعضهم وحطوهم بالفريزر وطالعوهم متلجين بهالشكل ليسهل تقسيمها. بدي اقسمها، حطيتهم الشرايح فوق بعض مثل كأني على سيخ الشاورما وبقسمهم بهالطريقة. عم بعمل هون نص كيلو، ممكن تضعفي المقدار وتعملي كيلو. معلقة لبن كبيرة بهالشكل. اللبن مادة حمضية مفيدة، تعطي طراوة للحم زائد لون جميل. خل أبيض نص فنجان وحتى أقل من نص فنجان، بعطيك إياه بالمعلقة واحدة وهي تنتين. ممكن أي نوع خل، خل تفاح ولا خل أبيض، جود بالموجود. دبس فليفلة معلقة صغيرة، إذا ما عندك فليفلة حمراء يابسة انقعيها مع الخل وبعدين حطيها، تعطي طعم مميز. بشر الليمون بيعطي طعم فعلا ولا أروع. نص معلقة صغيرة. بديل الخل عصير ليمون. في بهارات بسموها بهارات الشاورما. الحلبية عندهم البهار الحلبي فيه 7 مكونات، المكون اللي ناقص رح أحطه. رح أحط معلقة بهالشكل، معلقة الشاي، ما بدنا اللحم نروح طعمته. البهار الحلبي له خلطة سرية بتاخد العقل، مؤلف من البهار الحلو، الفلفل الأسود، القرنفل، جوز الطيب، حب الهيل، عود القرفة والزنجبيل. هدول هن 7 مكونات. ولكن ناقصنا الكزبرة، بحط نص معلقة وحتى أقل، والبهار الأبيض هذا هو رشة. حطينا هالمطريات اللي فعلا بتاخد العقل. للأسف بعض الشيفات بلاقيهم مكترين سوائل، بتلاقي اللحمة عم تسبح سباحة وبعدين بيصفوها بالمصفاة. أنا ما بدي أخلي اللحم تبذل سوائلها. الخبير رح يفهم علي ماذا أعني. بدي إياها بهالشكل. ملح ما منحط، رح أحطها بالبراد لمدة ساعة بيكفي. ممكن قبل ما تنامي. اللي حطيناهن كفيلين بأنه يطروا اللحم. رح ننتقل لسلي الدهنة، وبعد ما أسلي الدهنة رح أخذ كفايتي والباقي أصفيه وأعبيه بمطربان لوقت الحاجة. فيها الدهن. ممكن هاي تقلو فيها بيض وفعلا مميز. جنب شاورما اللحم طراطور، معلقتين كبار لبن، معلقتين طحين، عصير ليمون معلقة، وممكن تدوقوا وتعدلوا الحموضة والملوحة. البصل شرايح طولية بهالشكل، ممكن تحطوا معلقة صغيرة سمنة وتفركوا هالبصل، وممكن البديل عصير ليمون. اختار السمنة مادة حمضية، رح نفرك هالبصل فيه ورح يصير مثل التفاح. البصل مع السمنة جاهز، والبقدونس جاهز، والبندورة جاهزة، والمخلل كمان، مخلل الخيار ومخلل الفليفلة، والطحينة رح نحطها بهالشكل. الاكسسوارات صارت جاهزة. الشاورما بنعملها على نار عالية. بدك تاكلوا شاورما طيبة تاكلوها بدهنة. الزيت بهالأكلة للأسف إشارة استفهام وتعجب. كلي لقمة طيبة،
احسن من قولوا معي بدي اسمع هالصدمه هي هالصوت بدي اسمعه ما بدي احركها مرارا وتكرارا اخلي اللحمه تبذل سوائلها التكات الخفيفه هي اللي بتعطيك الطعم الاطيب قلبي وحده بهالشكل بدنا طعم شواء الشاورما على السيخ رح اخذ معلقه دهنه صغيره ممكن بسلوفاني بهالشكل حطيت فحمة على النار لتصير جمر تابعوا الفيديو لتشوفوا ايش نعمل يا عين شوفولي ما بذلت سوائل اللحمة ابدا هي رطبة من الدهنة اخذت المطلوب طرية مثل الفستق بس بدي احط لها ملح ندخنها هاي الدهنة هاي فحمة القرقيلة صارت جمر نحكم اغلاقها لمدة 10 دقائق راح نحضر هلأ خلطة سقسقة الخبز اذا كانت لشاورما دجاج بتحطوا توم مطحون ولكن شاورما اللحم ابتعدوا عن التوم معلقة صغيرة كتير دبس بندورة معلقة صغيرة دبس فليفلة بشر برتقان نص برتقانة عصير نص برتقانة البهار الحلبي اللي هو فيه 7 مكونات ومن ضمنها خلطة الشاورما هاي المعلقة اللي منحرك فيها الشاي ما بدنا بهارات كتيرة كافي جوزة الطيب كافي معلقة كبيرة مي ورشة ملح وممكن معلقة صغيرة عصير ليمون وممكن ما تحطه هاي هي الخلطة السرية اللي منشوفها تحت سيخ الشاورما بالصينية الكبيرة اللي عم بنزل الدهن من السيخ لأرض الصينية منلاقي صلصة حمراء هاي هي قريبي بيشتغل معلم بأكبر محل مشهور اسمه اللفاح سألته عن الأسرار عطاني إياها ولكن شفتن مغص حسيت إنه مخبي بعض الأسرار بحثت وبحثت وكتير للأمانة أنا ما عندي ثقة ما بدي أقول بالشيفات الموجودة لا الخبير بيعرف أين هو المعلم وبالصدفة طلع لي شيف على راسي عين الخالة معلم وابن معلم واختصاص شاورما أخذت اللي ناقصني منه وبفتخر وهالخلطة هاي أخذتها منه وكتير أخذوا منه ولكن البعض له ترند والبعض مهضوم حقه بتمنى الكل يتابعوا شيف صغير ولكن ابن مصلحة تابعوا وشوفوا صدق كلامي وميزوا بين شيف الببغاء وشيف المعلم دخلنا الشاورما واخذنا طعم الشواء رح نسكب الشاورما بدي احط هالمعلقه مشان تتم رطبه الشاورما خلطه سقسقه الخبز عاده منشوف سيخ الشاورما وتحته صلصه حمراء هي هي على جنب شعلت الفحمة وبدنا نعمل لبعة مثل المعلم معاذ طواي هاي فيها معلقة دهنة هلأ منشوف شلون بدنا نسقسق الشاورما بعد ما نحط الحباشات تبعاتها هذا الخبز رح نسقسقه وبخفة غطيت الرغيف بالخلطة ومردغته يا عيني على السقسقة والنغنغة هلأ منحط حطينا لحم الشاورما بصل بندورة كتير طيبة مخلل ما تكتروا
ممكن مخلل فليفلة، ممكن مخلل خيار، على كيفكم. بقدونس، وهلا طراطور، يعني بدنا نعملها بهالشكل وهيك. وهلا بدنا نبدا بالثاني، الخبز الثاني. رح نركز الحشوه منجيبها هيك، بدنا نحسب حساب اللفه. بصل، على فكره البعض بحط دبس رمان، اهل الشام نحترم ذوق الجميع، الحلبيه لا، انا ضيقتها بس ما يعني بفضلها. اللي بده يحط دبس رمان يحط. بدنا ننغنغها هلا، بنلفها هيك ومنرصها، ممكن تسكروها من هالطرف هيك، ويلا ويلا يا عيني. هي مشان نلدع الشاورما، بدنا نحميها وتلدع. ولو تعرفوا العطة مثبتة الكاميرا على سطح البلاطة، قلت لهم لك صوروا لي المردغة، ما حدا رد علي. منحط قلة وممكن بكفنا. ويا عين ويا عين، وممكن خبز سوري نسقسه ونكبسه بإيدنا. وصارت الشاورما جاهزة بخفة المفروض أقطعها، لازم اللي عم يستنوني ياكلوها سخنة، مشان هيك انعبطت لو في كاميرا تصور شلون عم برفع السلم الكاميرا للغاز وسلم الكاميرا لسطح البلاطة، مشان هيك عذرا وقت مردغت الرغيف بهالخلطة ما تصور، واللدعة ما قدرت أصورها لأنه بدها خفة. المهم كل التحية للشيف المحب للعطاء معاذ الميداني. اللي بيحب دبس رمان ممكن يعمل خطوط عشوائي. ويلا يا دلال ارقدي على الغاز في الشاورما اللي بخبز السوري. خلصت ورح نقطعها بخفة ونقدمها لضيوفنا اللي هنن عيلتنا أحلى ضيوف. وبالنسبة للمقادير رح أحطها مفصلة بصندوق الوصف مع رابط الشيف معاذ الميداني. ويا عين. ملاحظة للحلبية، البهار الحلبي هو خلطة شاورما بس بتضيفي كزبرة وجوز الطيب.